واذكروا الله كثيرا فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي
يقرأ بسم الله
زادا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. كان إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النبي، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي بهدي إلى صراط مستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا ذلكم العالم القرآني زعيم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، وقارئ بمسجد الرفاعي بمدينة القاهرة المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفرشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخيام المكيفة والخدمة الفندقية الممتازة إدارة حسن وحسين وأصحاب مخازن الفراشة بالغرفة التجارية المقيمين خلف الأتوبيس الدولي بمدينة المنصورة الإذاعة الأساسية للنور الكهربائية ضرب الحق صلاح الغازي وأولاده مدينة طلخة. أيها السادة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.